ذكرنا في آخر درس بعض الأصناف التي تجب فيها الزكاة. قلنا أن الزكاة تجب في النقدين أصل الثمانية، وهو الذهب والفضة. نصاب تاع الذهب أي يكون عندك هذه القيمة وتبقى عندك مدة عام تزكي عليها. نصاب الذهب الصافي 24 قيراط 85 غرام. وأما الأنصبة الأخرى، لأن الذهب 24 قيراط لا يستعمل في ذاته، لابد أن يخلط أو يخلط له شيء من النحاس حتى يعني يمكن أن يصنع. الكثير من النساء يملكن 18 قيراط، لأن 18 قيراط فيه زيادة من النحاس بمقدار معين، بمعنى فيه 18 قيراط فيه نحاس فيه ذهب. كم النصاب؟ نصابه 113.33 غرام. اللي عندها 18 قيراط لازم يكون الوزن 113.33 غرام من الذهب. بالصح لا تحسب الحجارة، إذا كانت هذه الحجارة مهما كان نوعها حتى ولو كانت من الماس ما تتحسبش في الميزان. مثلا إذا وزنت هذا 18 قيراط خرج لها مثلا 130 مثلا، الحجارة تتنحى 10 غرام أو 15 غرام لازم تنزع حتى يحسب. لكن إذا قوم الذهب يقول هذا الذهب تاعك مثلا يدير مثلا 150 مليون ففيه الزكاة، أو مثلا يدير الآن نصاب الزكاة الآن قدر ب 110 مليون و 500 ألف، 110 مليون و 500 ألف. الفضة قرابة 600 غرام، 595 غرام من الفضة، سواء كانت هذه الفضة ملبوسة ولا الفضة على شكل كؤوس ولا مغارف ولا تحف ففيه الزكاة. هذه تزكى كل سنة، كل سنة لابد من أداء زكاتها. إذا كان الذهب من قيراط 21 وهو قليل يعني، فنصابه 97.14 غرام من الذهب تاع 21 قيراط. كما تجب الزكاة أيضا في عروض التجارة، أي سلعة تباع إذا كانت بالطبع تكون حلال، أي سلعة تعرض للتجارة فهذه السلعة تقوم بعد سنة وتكون بلغت النصاب، أصلها فيها النصاب وتزكى، لابد من تزكى. إنسان عنده مثلا حانوت مواد أو الأجهزة الإلكترونية بعد سنة يقوم شحال عنده هذا ويأخذ الزكاة ويضيف المال اللي عنده. إذا كان عنده مال مدخر مخبيه يضيفه السلعة اللي عنده في الحانوت بسعر البيع أو متوسط سعر البيع، يقول لك هذه السلعة تاعي نقومها، أو يجيب شخص يقومها له أو يقومها بتحديد معين. مثلا عنده 500 مليون سلعة وعنده 100 مليون في الدار، عنده 600 مليون، يخرج الزكاة على 600 مليون. كيف يخرج الزكاة؟ وش عندك تقسمه على 40، أي واحد من 40. هذه أبسط عملية في كل شيء، في الذهب، في عروض التجارة، في المال، تخرج واحد من 40، واحد من 40 أبسط عملية. أش قولك نتلي فاصل خمسة كيفاش نحسب؟ ما تعب روحك ما والو، وش عندك قسمه على 40، خرج واحد من 40، أبسط عملية في الزكاة. أيضا البعض يسأل يقول كان عندي سلعة مثلا مواد أولية، حديد، خشب، وهذه مواد أولية، هل أقومها؟ كان بعض الأحيان يجيب سلعة يخدم بها مدة سنوات، مثلا 10 سنوات هو يخرج هذه السلعة شراها ويخدم بها، يقول لك أنا هل أقومها بالسعر اللي شريت به؟ المادة الخام أقولها، ماشي راح يصلحهم، المادة الخام، هل يقومها بسعر الشراء أم يقومها بسعر الحال؟ الذي عليه المذهب المالكية قالوا يقومها بسعر الذي اشترى به. مثلا شراء الحديد مدة 20 مليون قبل 10 سنوات، الحديد بعد الآن تضاعف بكثرة، هل يحسب 20 مليون ولا سعر الحال؟ قلنا لا يحسب بالسعر القديم. إذا كانت المواد خام مازال ما صنعها، محطوطة، لأن لو قلنا يخرجها بسعر الحال سيخرج أضعاف سعرها بكثير. أيضا مما هو عفو في الزكاة الماكينات، الماشينة اللي يخدم بها حتى مهما بلغت،
كان بعض عنده مثلا ماكينات تصنع، واحده تدير 500 مليون، واحده تدير مليار، واحده زوج ملاير، ربما واش عنده في الورشه من الماكينات والالات ربما تبلغ 5 ملاير 6 ملاير، ها فيها الزكاه؟ ما فيها الزكاه، هذه لا زكاه فيها. عنده سياره تاع العمل، عنده شاحنه يعمل بها، هل فيها الزكاه؟ ما فيها الزكاه، هذه عفوا. السكن تاعك تكون فيه ما في الزكاه، السياره تاعك ما فيها الزكاه. اذا كانت عندك دواب تركب فيها مثلا احصنه يعني تركب فيها تتنقل فيها ما في الزكاه، الالبسه ما فيها الزكاه، الخزاين ما فيهم زكاه، الماعن ما فيهم زكاه، الصبابط ما فيهم زكاه، التقاشر ما فيهم زكاه. علاش اقول هذه الاشياء؟ لان دائما الناس تشوف جهه واحده. شوف العفو الذي عافاه الله عز وجل عنك، عفو كثير، عفو كثير. لو ان الله عز وجل لو شاء ان يفرض علينا الزكاه تعود كاع نزكيه، اي شيء تعود تزكيه، حتى الاوراق اللي عندك تزكيها، لكن هذا جاء العفو. فالزكاه في النقدين الذهب والفضه وما يقابله من الاوراق النقديه المتعامل بها الان. ايضا البعض يسال العمله الصعبه بما تقوم بسعر البنك او بسعر السوق السوداء؟ تقوم بسعر السوق السوداء، تقوم بسعر السوق السوداء، لان اللي عنده مثلا 100 اورو مش هذه 22 وقيله لا هذه 22 اللي حاط 100 اورو في الدار كي يشوف فيها ماهوش يشوف فيها مليون ونص على حسب البنك، يشوف فيها 2 ملايين و200 ما يشوفهاش مليون ونص. اذا ما يتعامل به الناس هو الذي فيه الزكاه، اذا فتقوم بسعر السوق السوداء. كما انه لا زكاة في الخضر والفواكه الا عند جمهور العلماء الا في التمر والزبيب. التمر والزبيب ففيه الزكاة، خمسة اوسق 67 صاعا، هذه تختلف حوالي 6 قناطر او زيادة بقليل يعني. يعني كل شيء يختلف وزنه. اذا الزبيب و التمر فيه الزكاة. تسأل العنب فيه الزكاة؟ قل لك العنب إذا جفف وبلغ النصاب 5 أوسق ففيه الزكاة، لأن العنب كالزبيب إذا كان إذا جف ينشف ووصل إلى نصاب الزبيب فيخرج بنصاب الزبيب. أما الخضر والفواكه فليست من المدخرات، لكن اللي عنده الغرف التبريد شوم فرواد وحايت فيها البطاطا وحايت فيها الفلفل وحايت فيها التفاح وحايت فيها الكيوي ماكاش، حايت فيها هذه الاشياء، هذه الخضر والفواكه، هذه عروض التجاره اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى، لان اصبحت عروض تجاره. الخضر والفواكه ما فيهاش زكاه، ما فيهاش كاصل يعني. يعني تنحي من الفاكهه هذه يلحق الحصى، تنحي الفاكهه وتبيعها ما فيها الزكاه، ما فيها الزكاه. اما الحبوب الاخرى القمح والشعير وكل ما يدخل ففيه الزكاه. اما الخضر الطوماطيش نحيها وتبيعها ما فيها الزكاه مهما بلغ ثمنها، لكن الزكاه في الدراهم. اذا هذا الطوماطيش بعتها ب 100 مليون ومثلا نقول لك 150 مليون او 200 مليون وخبيت هذو الدراهم بعد عام تزكيهم. إذا الزكاة في مال الخضر والفواكه، إلا إذا كانت هذه الخضر والفواكه ماذا؟ مدخرة أو تعرض للتجارة. إذا كانت هذه تعرض للتجارة فتصبح الزكاة على أساس أنها عروض تجارة مشي خضر وفواكه. إلا قلنا التمر والزبيب عند جمهور العلماء التمر والزبيب ففيه الزكاة. ثم هناك الزكاة في الأنعام، تجب الزكاة في الإبل والبقر والأنعام، الضأن والمعيز، الكباش والمعيز تجب فيهم الزكاة، هذه الثلاثة فقط. أما غيرها كمثلا الأحصنة ونحو ذلك هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة. وسنفصل إن شاء الله ربما في الدرس القادم كيف الزكاة، لأن بعض الأحيان قد لا تصل إلى النصاب وتجب فيه الزكاة. مثلا الزكاة في الكباش 40 فيه كبش واحد 40، هذا اللي عنده الكباش للقنية معناتها يحتاج اللحم نتاعهم من الصوف نتاعهم مربيهم يعيش منهم، بصح ليدهم للتجارة 40 كبش فايت النصاب بكثير، 10 كباش فيهم النصاب. إذا كان كبش 12 مليون عندك 120 مليون في 10 كباش.
إذا فتجب في الزكاة. إذا الفرق بين عروض التجارة وبين أصل الزكاة والحديث البقية والله تعالى أعلم وأحكم. نعم. بالنسبة نذكر الأسبوع الماضي يعني أعلننا أن تكون هناك محاضرة لشيخين الشيخ مروان الحمودة والشيخ حمزة الدرويش، كان المفروض البارح لكن لأمر في الترتيب وأمر طارئ ستكون محاضرة اليوم إن شاء الله في الملعب الصغير. أنا كنت كنا في الملعب، شو الملعب تاع الفوقة؟ قلت الملعب الجواري الصغير موجود تحته، أنا الملعب تحته الصغير. هذا الملعب سيكون فيه محاضرة اليوم بعد صلاة العشاء، يحضر الشيخان الشيخ حمودة مروان والشيخ حمزة درويش بعد العشاء، فحضوركم يسعدنا وأهلا ومرحبا بكم.